سنراجع اليوم جميع الحركات في الدان الثالث من لعبة الرمح. العدد الإجمالي للحركات هو 9. استرخوا وركزوا جيدا. الشق بوقفة الانقضاض الأمامي. أولا نمد جسم الرمح إلى الأمام ونرفعه فوق الرأس، نفتل بالجسم إلى اليمين ثم نشق بوقفة الانقضاض. الطعن إلى الأسفل باستدارة الجسم. ندور الجسم إلى اليسار ونشكل تقاطع الساقين، ثم نطعن إلى الأسفل بتقريب القدمين. حمل الرمح بتقاطع الساقين. امسك الرمحة ثم اسحب المقبض إلى الوراء، اسحب القدم ثم احمل جسم الرمح على الظهر بوقفة تقاطع الساقين. مرة أخرى. والتقاطه نتقدم إلى الأمام خطوة بالقدم اليسرى، وفي الوقت نفسه نقذف الرمح ثم نتقدم خطوة ثانية بالرجل اليمنى ونلتقطه. لأن جاء بعد القفز نتقدم خطوة إلى الأمام بالقدم اليسرى، وثم نمسك الرمح باليد اليسرى، بعدها نرفع القدم اليمنى ونقفز، وفي الوقت نفسه نقوم بحركة لأن جاء. إخراج الرمح واستدارة الجسم. نخرج الرمح باليد اليمنى، ثم نقلب راحة اليد اليمنى عند المقبض، ثم ننقل مركز ثقل الجسم وندفع الرمح إلى الأمام بسرعة، ثم نتقدم خطوة إلى الأمام ونمسك الرمح باليد اليسرى، ثم نسحبه باليد اليمنى إلى الخلف، وفي نفس الوقت نتقدم بالقدم اليمنى ونطعن إلى الأسفل مع استدارة الجسم. مرة أخرى. نحرك الرمح أمام الحنجرة، ننقل مركز ثقل الجسم إلى الساق اليسرى، ثم نحرك الرمح من اليسار إلى اليمين أمام الحنجرة. نقلب كف اليد اليمنى عند المقبض، ثم ندفع الرمح سريعا. شاهدوا، سأقوم بها من الجانب المعاكس. نحرك الرمح من اليسار إلى اليمين أمام الحنجرة، ثم ندفع الرمح سريعا. تحريك الرمح أمام الحنجرة، انقل مركز ثقل الجسم إلى الساق اليسرى، حرك الرمح من اليسار إلى اليمين. اقلب وجه اليد اليمنى عند المقبض أمام الحنجرة، ثم ادفع الرمح بشكل سريع. مرة أخرى. ضربة المباغتة تراجعا. تقدم خطوة، ارفع جسم الرمح فوق الرأس، ثم قم بشق الرمح صوب الناحية اليمنى من الأعلى إلى الأسفل. مرة أخرى. انسحاب الرمح بالوقفة الفارغة. نفتل الجسم إلى اليمين ونرسم دائرة بالرمح فوق الرأس. نتقدم بالقدم اليمنى إلى الأمام ثم القدم اليسرى مع الإبقاء على طرف القدم اليسرى على الأرض. مرة أخرى. انسحاب الرمح بالوقفة الفارغة. شاهدوا واستمتعوا بالحركات الروتينية من الدان الثالث إلى الدان الرابع التي سيقوم بها المعلم إخوان. شاهدوا واستمتعوا بالحركات من الدان الأول وحتى الدان الرابع من لعبة الرمح. إلى اللقاء.